حسين. خرج مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه مع الفواطم من مكة إلى المدينة المنورة في قضية الهجرة بعد المبيت، وصل إلى منطقة اسمها ضجنان. اللي رايحين للحج إذا طالعين من المدينة إلى مكة تشوفون في طريقهم حاطين لوحة كبيرة ضجنان. هذه ضجنان فيها قضية، وهي أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لوحده كان مع 3 نياق، على كل ناقة إحدى الفواطم، يعني السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها على ناقة، والسيدة الطاهرة فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب على ناقة، والسيدة فاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب، مو الزبير بن عوام، الزبير بن عبد المطلب، يعني حفيدة عبد المطلب بنت عم علي بن أبي طالب عليه السلام، كانت على ناقة الفواطم الثلاث. وأمير المؤمنين سلام الله عليه كان راجلا يعني يمشي. وصلوا إلى ضجنان، والكفار بعثوا قوة قوامها 8 رجال من الأشراس، هؤلاء جاءوا ليقتلوا عليا ويأسروا النساء الفواطم. جاءه أحدهم، الرواية مفصلة أنا الآن في ثواني أذكرها على السريع يعني تحتاج إلى بحث. جاءه أحدهم، الإمام علي عليه السلام وضع النساء خلفه وما عنده إلا سيف، حمل سيفه وقابل الرجل. الرجل قال لعلي: أول خلص نفسك بعدين دافع عن الفواطم. الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذه أول حملة من أمير المؤمنين على عدو، والإمام يرتجز، وأحب شبابنا يحفظون هذا الرجز. يعني إذا واحد سألك، خلينا نقول حزورة، ما هو أول رجز ارتجزه علي بن أبي طالب عليه السلام في الدفاع عن النفس وعن الدين مقابل العدو؟ الإمام قال: خلوا سبيل الجاهد المجاهدي، آليت لا أعبد غير الواحد. وحمل على ذلك الرجل، مع ما هذاك كان راكب والإمام كان راجل، الإمام عليه السلام بعجه، بعج باللغة العربية يعني ضربه من طرف بطنه، بعجه بالسيف نصفين بشكل كانت الضرب قوية والسريعة. أولا سيف علي سبق الدم، الإشارة لطيفة بها لطف، سيف علي سبق الدم يعني السيف ما تلوث بدم الكافر. والرجل الفرس يركض، هو راكب على الفرس يعني نصفه تحت ونصف فوق ومقطوع، الفرس مشى أمتار والنصف طاح على الأرض إلى جهنم وبئس المصير. وهذا كان انتصار لأمير المؤمنين عليه السلام. 7 اللي معاه خافوا، والإمام عليه السلام التفت قال: من أراد منكم أن أفري لحمه فليتقدم. ارتجفوا وقالوا: يا علي، هذا كان يعادل 100 رجل وأنت ضربته وهو فارس وأنت راجل، نستسلم. راحوا، والإمام صلوات الله وسلامه عليه في ليلة مقمرة كانت، ووضع الفواطم في راحة أنزلهن.